ازيكم يا ولاد؟ احنا اتكلمنا الجزء اللي فات عن طريقة فتح برنامج الوورد، وعرفنا ازاي بنفتحه من قائمة ستارت، وعرفنا كمان ازاي بنعمل فونت سايز، وازاي نعمل فونت ستايل، وازاي نعمل فونت كولر. اوكي، النهاردة طبعا واكيد عرفنا ازاي نتعامل ونعمل تسطيرة او فريم اللي هو بيج بولدر. النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي نضيف صورة، وهنتعلم ازاي برضو نتعامل مع النص بشكل او نعمل له افكت للخط نفسه بحيث انه يبقى شكل جمالي، وفي نفس الوقت هنتعلم ازاي نضيف صورة وهنتعلم ازاي نتحكم فيها كويس. طيب هنبدأ مع بعض. انا النص ده كتباه قبل ما يبدأ الحلقة معانا علشان خاطر اوفر معاكم وقت الكتابه. هنبدا الاول بقائمه insert. احنا المره اللي فاتت اشتغلنا بقائمه هوم، وعرفنا ان دي التولز الرئيسيه اللي احنا بنشتغل بيها، ومع الوقت ان شاء الله هنتعرف على باقي التولز. النهارده هنشتغل في قائمه insert، وبيقول لنا القائمه دي اول حاجه خالص عايزه اشتغل فيها word art. طيب عندي نص كن جميلا للشاعر العظيم إيليا أبو ماضي، والشاعر دوت طبعا ناس كتير جدا مقرر عليهم السنة ديت الشعر بتاعه، وأنا أخدته كوبي وبيست عشان أوفر وقت للكتابة زي ما قلتلكم. أنا مثلا عايزة أعمل إفكت للعنوان دوت، هدوس على وورد آرت، وفي إفكتات كتير ممكن أختارها، في اللي هي مثلا هيبقى لها ظل زي كده، او في كذا نوع افكت تاني اقدر استخدمه، اللي مفرغ من نص واللي بولد شوية. انا ممكن اخد الافكت ده وهخليه بشكل او بحجم معين، وليكن الحجم ده. طيب هشتغل، هحاول انسق الخط اهو، وهحاول احركه بشكل او بزاوية معينة بحيث اني اخليه زي ما احنا تعودنا الكلام في النص، عشان اقدر اني انا انسقه كويس. ممكن ارفعه كده شوية، طبعا كل واحد على حسب اللي يناسبه. انا ممكن اعمله بالحجم دوت او في النص بالشكل ده، غيري ممكن يحب اكبر اصغر، بس انا شايفة ان ده انسب حاجة. طيب طبعا زي ما احنا شايفين الافكت عبارة عن ايه، اني انا خليت الخط اكبر شوية وبلون معين، وكمان في ظل او شادو صغير كده في سطح الورقة. طبعا نفس الحكاية انا لو عايز اعدل ده، بس طبعا مش مستحب دايما ان انا ابروز العنوان فقط، مش مستحب ان انا ابروز الكلام كله. اوكي طيب انا هاجي تحت عايزة اضيف صورة. ازاي هضيف صورة؟ انا هقف بالماوس تحت هنا، طبعا هو اوتوماتيك هيجي لي العلامه هنا، بس انا كده اوكي واقفه هنا، وهدوس برضو على قائمه انسرت. النهارده شغلنا كله على انسرت. هدوس على قائمه بيكتشر. هتجي لي هنا، ده القائمه اللي موجوده في الكمبيوتر بتاعي، يعني انا بدرك صوره في الكمبيوتر بتاعي، انا محملاها من على النت، محملاها من على موبايل حد او من على فلاشة واتيفر. انا عايزة صورة في الكمبيوتر بتاعي، اعمل ايه؟ انا شايلة الصورة فين؟ ممكن شايلها على الديسكتوب، وممكن شايلها على بيكتشر، على اي مكان. انا مثلا هجيب هنا على البيكتشر وهضغط هنا، ممكن اختار اي شكل صورة او اي حاجة انا اقدر اني انا اسيفها. انا طبعا دلوقتي بدور على الصورة اللي انا مثلا بدور عليها او الصورة المناسبة ليا. طيب انا كده مبدئيا ممكن اختار نيو فولدر، وهختار الصورة دي وهدوس انسرت اهو. طبعا الصورة هتجيلي وبالشكل دوت، طبعا هي واضح ان هي حاجة في الساينس. طيب انا دلوقتي عايز انسقها، كليك يمين هدوس على وورد تكست، وهدوس على تالت اوبشن. التالت اوبشن ده بيعمل لي ايه؟ بيخليني اتحكم في الصورة. بيقول انت هتتحكم في الصورة ازاي، احركها يعني زي ما انا عايز. مثلا انا عايز اصغر الصورة شوية، عايز اكبرها براحتي خالص. طيب لو انا مش عامل الاوبشن دوت، طبيعي الصورة مش هتتحرك معايا. انا مثلا ببروز الصورة بتاعتي اهو،
لو عايز اخليها في صفحة لوحدها عادي، متاح جدا، مفيش اي مشكلة. اوكي تمام، هدوس انتر علشان اتنقل في صفحة تانية. دلوقتي انا لو عايزة بعد ما اضفت الصورة دي عايزة اضيف، خلاص كده اوكي، انا عايزة اضيف خلاص صورة في الكمبيوتر. طيب انا عايزة اضيف صورة او ادرك صورة معينة. انا طبعا دلوقتي بعمل اندو اهو، برجع لنفس الخطوات اللي انا كنت فيها. خلاص اوكي. طيب انا عايزة اضيف صورة، بس الصورة دي مش موجودة عندي على الجهاز، صورة وليكن صورة متواجدة في يعني ذاكرة الجهاز او ذاكرة اي جهاز بس مش انا اللي محملها. بدوس كليب ارت وبيجي لي هنا سيرش فور. طبعا سيرش فور ديت يعني ايه؟ يعني انا عايزه مثلا صور فلاور، صور كاتس، صور عربيات، صور اي صور انا عايزاها طبعا. وبمناسبه ان احنا في الشهر الكريم، احنا ممكن نختار صوره مثلا فانوس رمضان او حاجه تبع رمضان، وليكن مثلا هكتب رمضان كريم. وطبعا انا هوريك اوبشن تاني للصور ديت. انا لو دوست رمضان كريم ودوست جو هيدرك لي الصورة تبع حاجات دينية تبع رمضان كريم. طيب واضح ان رمضان كريم مش موجود عندنا، فممكن اخليه فاضي او ممكن اني انا اضيف حاجة تانية وليكن حاجة تبع الكمبيوتر. ممكن مثلا كمبيوتر اهو على طول، اول ما بكتب الكلام بيجيلي الصور اللي انا عايزاها تبع الكمبيوتر. ممكن اشوف بقى على الحاجة اللي انا عايزاها ايه، على الحدث اللي انا بشتغل فيه. مثلا ممكن اختار صورة وليكن مثلا واحدة ست قاعدة بتشتغل على الكمبيوتر، على طول هو حطها لي هنا. وطبعا زي ما قلنا لو انا ما عملتش اللي انا بقول عليه الاوبشن اللي هو ايه، وارب تكست، الاوبشن ده لو ما اتعملش خلاص يبقى الصورة مش هينفع تتحرك معانا. بصوا يبقى لازم يا كليك يمين وارب تكست، يا اما اجيبها من فوق هنا اهو وارب تكست، وهختار رابع اوبشن. اوكي اهو بقت دلوقتي الصورة متاحة اني انا احركها في اي مكان. اوكي طيب ممكن اقف على القائمة دي وممكن اجيب صورة تاني، لو ليكن مثلا حاجة تانية تبع بلاي، مثلا بلاي لعب، او ممكن ما لاقيش بلاي. طب اختار مثلا بوي، برضو ما فيش. يبقى انا متاح ليا في صور متوفرة وفي صور مش متوفرة. طب انا لو دوست جو بس من غير اي صورة هيجيلي الصور كلها المتاحة، هتجيلي الصور كلها المتاحة اللي بيها اقدر اختار الصورة اللي انا عايزاها. اتفقنا؟ يبقى تاني انا ممكن اختار الصور اللي موجودة. طيب اللي مش موجود لو انا استخدمت اي كلمة او كتبت اي كلمة ما لقيتهاش موجودة عادي جدا، انا ممكن ادركها من قائمة insert picture، صورة انا محملها اوريدي قبل كده في الجهاز، او ممكن زي ما احنا متفقين clip art اللي هو ايه، اي صورة نختار وليكن اي صورة، ممكن الصورة دي اهو، وبرضو هتظهر لي على طول في الورقة التانية. هدوس عليها مرتين ظهرت لي على طول بس في الورقة التانية. ايوه ممكن بيقول لي يعني عشان الدنيا هنا في الورقة مش متوفرة قوي. طيب ممكن اختار الصورة هنا. اوكي طيب مبدئيا الصور اللي متوفرة ديت هي دي اللي موجودة عندي، اختار منها اي صورة دبل كليك زي ما قلنا. بس هو يمكن علشان خاطر حاطين صورتين ف يعني ما فيش مساحة اكتر في الصفحة. ماشي طيب دلوقتي هنبدأ اخر مرحلة لينا وهنقول الشيبس. الشيبس عبارة عن اشكال هندسية زي ما انتم شايفين، في ايموشن مثلا ضحك، في هارت، في شمس، في سما، whatever اي ايموشن انا عايزاه. طيب هختار مثلا الايموشن دوت او الشكل دوت وهرسمه هنا مثلا اهو.
اوكي وافرده شوية، وهنا اول ما بختاره على طول بيجي لي فوق لو ركزته 3 اختيارات، بيقول لي مثلا عايزها مفرغة ابيض، ولا عايزها مفرغة اسود، ولا عايزها ازرق زي ما هي. هقول لهم لا انا عايزها مفرغة ابيض، وممكن كمان اني انا اختار اوبشنز اكتر زي ما انتم شايفين، بينك روز، اي اوبشن انا عايزاه. ممكن انت لو عايز الاوبشن الابيض فمثلا هتضيف جواها كلمة او نص او حاجة. طيب انا ممكن هنا هدوس كليك، ادوس على الصورة وهدوس عليها كليك يمين اد التكست، وهكتب جواها مثلا فونت، ممكن اكتب جواها فونت اوكي، وبرضو ممكن رغم انها صغيرة بس ان انا ايه هنسقها شوية اوكي. وبكده النهاردة اتعلمنا ازاي نعمل افكت للخط ونخليه بشادو، ازاي نضيف صورة، ازاي نضيف صورة متحملة اوريدي على الجهاز، ازاي نجيب من كليب ارت صورة اوريدي موجودة على الجهاز بس احنا مش محملينها، وازاي اعمل شكل هندسي او شيبس بالشكل دوت بأي شكل اختاره واضيف جواه نص. ان شاء الله الجزء الثالث هيعلمنا حاجات كتير اكتر عن برنامج الوورد. ميرسي جدا يا ولاد، نتقابل.